السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. كان عندي طلب وسؤال بعد اذنك يا شيخ. سأل واطلب. الطلب الأول، كنا عايزين نيجي نزورك زيارة في الله في الأجازة بإذن الله. الله يتشرف، لكن أرجو الاتصال قبل أن تأتي، لأن قد أكون في سفر حتى لا يضيع وقتك. بإذن الله أرن على حضرتك وأسألك. طب السؤال الثاني، كان في أخ من سوريا وعايز سؤال في التفسير وعايز أسأله لحضرتك. اسأل. ربنا في سورة النور قال في الآية رقم 7: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي الآية رقم 9 يا شيخ قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهل الغضب هو اللعنة؟ لا، الغضب شيء واللعنة شيء آخر. اللعنة الطرد من رحمة الله. طب هل هذا يا شيخ يكون والعياذ بالله من ظلم الله للعبد؟ لماذا ظلم الله للعبد؟ لأن الغضب ليس كاللعنة. لا، ليس من هذا الباب، لأن المرأة، الرجل قد يتوهم، قد يتوهم أنها زنت لمثلا لأن الوضع لم يكن يسمح له بالتركيز شيء ما، لكن هي تعرف يقينا ما الذي حدث، فاستحقت الغضب كما استحق اليهود الغضب لما أنكروا الحق، فلكونها أمكن في معرفة الحق استحقت الغضب إذا أنكرت، والله أعلم.